السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي عالم علا. هاد النهار كما كتشوفوا غادي ندير واحد لا تارت او شوكولا بواحد لا جينواز اللي هي جديده، جينواز بالمورانغ بواحد الطريقه اللي هي مختلفه على لي تارت القدام. خليكم معايا لا فيديو الى النهايه، فرجه ممتعه. غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا غادي نحتاجو البنات 6 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، وغادي نحتاجو 2 كيسان ديال الفورس، كاس ديال السنيده، وغادي نحتاجو نصف كاس ديال الزيت، ستة ديال المعلقات ديال الماء، وغادي نحتاجو اكيد واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نحتاجو 2 اكياس ديال الفاني. ولا عندكم ممكن يعني ديروا بالعبار فما كاين حتى شي مشكل. البنات كما كتشوفوا هادو هما المقادير، وغادي ندوزو الطريقه ديال التحضير. اكيد غادي نديروا واحد نغيزة ديال الملحه يعني باش غادي تصحح لنا المذاق. دابا مباشره لطريقه العمل. هنا غادي نقبطوا واحد 2 زليفات، ولا نتوما فين ما عندكم غادي تقبطوا هاد 2 زليفات، غادي تفرقوا البيض بوحدو والصفر بوحدو. هنا غادي نحتاجو كيف قلت لكم غادي نفرقوا البيض بوحدو وغادي نفرقوا الصفر بوحدو باش غتعطينا لا جينواز بالمورانغ، يعني الطريقه اللي هي واضحه البنات. غير تبعوا لا فيديو الى النهايه ديالو، ودائما فرجه ممتعه صديقاتي. غادي نخبطوا اكيد الاناء يعني فين غادي يكون، غادي نخبطوا وغادي نديروا فيه البيض ديال البيض وغادي نضربوه بالباتوف. انا عندي العجانه فانا استعملت العجانه صديقاتي، نتوما ممكن تستعملوا الباتوف. اكيد غادي نستمروا في هذا البيض ديال البيض حتى غادي يتكاتف الحجم ديالو. ها انا راني رويتكم كيفاش، وتبعوا المراحل. وهنا كما كتشوفوا البيض ديال البيض جاني يعني ناجح لدرجه انكم ملي كتجيو تقلبوه يعني كيبقى قابض في بلاصتو، فهذا هو لو فري مورانغ ديال البيض. البنات انا نسيت ما قلت لكمش بانني قبضت في المورانغ يعني في البيض البيض، وضفت معاهم واحد نص كاس ديال السنيده. خلاص ملي غادي يعني البيض ديال البيض غادي يتعوض يعني، وغادي يولي على هذه الطريقه. كنعاود نخويو يعني في داك الاناء اللي يعني غادي نخدمو فيه. غادي نقبط عاوتاني داك الصفر ديال البيض، ها نتوما شوفوا، وغادي نعاود نديروه. ضفنا معاه نصف كاس اللي تبقى ليا، لان نصف كاس درتو انا مع البيض البيض، ونصف كاس درتو مع الصفر البيض. درت معاه ساشية ديال الفاني. وهنا اكيد البنات راه كل شيء واضح يعني كل شيء باين. زدت واحد ساشية واحده اخرى، وغادي نعاود نخلطهم. يعني دائما كنقول الى عندكم الباتوف ممكن تستعملوه، والى عندكم العجانه اكيد حتى هي ممكن تستعملوها. وغادي نستمر يعني في التحريك ديالها حتى غادي تعقد وغادي تضاعف دائما الحجم ديالها، وغتولي بحال واحد لا كريم. هنا زدت داك 6 ديال المعالق ديال الماء،
وزدت حتى داك النصف كاس ديال الزيت. وهذه هي كيف جاتها البنات انتما. غادي نقبطوا وغادي نصبوا داك الخليط ديال الصفر ديال البيض، وغادي نضيفوا عليه داك المغانكل ديال بيض البيض، وغادي نحركوا على 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 هكا على زيرو، غادي نحركوا باش ما كيتهرسناش الابيض ديال البيض. غادي نفرق الخليط الى نصفين، هنا نصف الكمية وهنا غادي نخلي دائما نصف الكمية الاخرى. غادي نضيفو هنايا واحد الكاس ديال 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 الفوكس اللي قلت لكم انني هو في التوتال قلت جوج كيسان، هنا غادي نضيف كاس وكمون، وغادي نبقى نحرك مزيان كما كتشوفوا، وغادي نديرها في الاناء وغادي ندخلها للفران. هنا غادي نزيدو جوج معلقات من الكاس الاخر، يعني الكاس الاخر داك جوج معلقات غادي يعني غادي ندير في عوضو الكاكاو. غادي نفرغ يعني في اناء العمل نتوما، غادي تشوفوا نتوما اي الا بغيتو دائري غديرو، انا كنديرو يعني كاري باش كتجيني لا فورم باينه. هذه نصف الكميه الاخرى انا زدت عليها كما كتشوفوا، داك جوج معلقات ديال الكاكاو هما ثمن جوج ساشيات ديال الكاكاو، وغادي نضيف عليهم داك الكاس الا جوج معلقات ديال الفوكس صافي. وغادي نحركوا، وهذه هي الطبقه الثانيه اللي تجي طبقه نورمال وتجي طبقه هكاك بالشكلاط بالكاكاو. وهنا كي كنتمنى نكون يعني تنوضح على قد الجهد ديالي، قبلوا على القناه ديالي المتواضعه، ودائما شعاري هو انني تنبغيكم، وبالفضل ديالكم دائما كنحاول ندير الجديد، وكتزيد دائما قناتي الى الامام. قبضت هنا واحد الليمونه يعني درت لها القشور ديالها بالحكاكه في واحد الكاسروله، وهنا غادي نضيف غادي نحضر يعني السيرو باش غادي نسقي. غادي نعصر الليمونه، وغادي ندير كاس ديال الماء مع نصف كاس ديال السنيده، وغادي نديرهم في البوطه. لا جينواز الاولى ها هي كما كتشوفوا البنات، جات بيضه وجات يعني قاصحه سو فورم ديال المغانغ. وهنا كنقبض اكيد لا كريم فريش، وكنطربها مع 4 ديال المعلقات ديال السكر كلاصي. غادي نخليها تطلع، وغادي نتبع المراحل خطوه بخطوه. غادي نقبض الطبقه ديالي الاولى، وغادي نديرها في يعني في البلاصه فين نتوما غادي تمنطيوها، وغادي نديرو داك الاطار اللي نيت طيبنا فيه، وغادي نتبعوا المراحل يعني دائما. كديروا طبقه ديال الجينواز، غتسقيوها بالسيرو، غديروا لا كريم فريش، وغديروا داك الكركاع ولا اللوز ولا اي مكسرات عندكم. هذه الطبقه الثانيه البنات، ممكن يعني الى شي طرف كان عندكم فالت ممكن تعوضوه، يعني راه الكواليس ديال لي طارت يعني نتوما كتعرفوهم اكيد، كديبانيو راسكم واي فراغ كتعوضوه. هذه الطبقه الثانيه كدير عاوتاني لا كريم فريش، اكيد كتسقيها بالسيرو وكتتبع المرحله الى النهايه ديالها. ودائما كنتمنى الوصفات ديالي يكونوا كيرقوكم وكينالوا الاعجاب ديالكم. وهنا كنزينها بشويه ديال لا كريم فريش، كندير الكركاع، واكيد دائما باش انا ما كتبقاليش داك الكحوليه، ممكن ديروا الكاكاو، ممكن ديروا الكلاصاج، ممكن ديروا اي حاجه كيبقى تزين يعني ليكم. الوصفه ديالي هي سالات، الحليوه ديالي هي وجدات. كنتمنى دائما وصفاتي تكون كتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالبارطاج افيك لي زامي ديالكم. الا كنتم اول مره كتدخلوا القناه ديالي ضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، ما تنساوش الاشتراك في القناه، ودائما شعاري انني كنموت عليكم، والله شاهد عليا البنات الى يعني دائما كنحاول ندير واحد الحاجه باش ننال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف لكل متتبعي القناه عالم علا، والى اللقاء في وصفه قادمه باذن الله.